مشاهدينا أهلا بكم. قصتنا تبدأ بصورة يعود تاريخها إلى عام 1943 وتظهر مهاجرين يونانيين مصطفين لتناول الطعام من أهالي مدينة حلب السورية بعدما حلوا كلاجئين هربا من ويلات الحرب العالمية الثانية. كانوا ضيوف الرحمن كما يقول تراثنا العربي والإسلامي، حلوا كراما لدى السوريين في حلب وإدلب وضيوفا عندنا في القاهرة والإسكندرية، أكلوا من طعامنا وتزودوا حتى عادوا للحياة عمارا وتجارا بلا قيد أو شرط. واليوم تنتهي القصة بصورة أبطالها اليونانيون أيضا، وهم يحاصرون بفرقاطة عسكرية زورقا مطاطيا للاجئين سوريين فيهددونهم بالإغراق حتى يعودوا إلى حيث جاءوا، إلى ويلات الحرب في سوريا، إلى المكان الذي آوى أسلافهم اليونانيين في حلب وإدلب، هناك حيث تشتد المعارك بين النظام وداعميه الروس والإيرانيين، وبين آخر قلاع المعارضة السورية في إدلب وداعميها الأتراك. معارك كر وفر تواصلت على مدار الساعات الماضية، تمكنت معها قوات نظام الأسد الدموي بمساندة مقاتلي شركة فاغنر الروسية والميليشيات الإيرانية من السيطرة على مدينة سراقب لتعيدها مرة أخرى إلى مناطق نفوذها، فيما كان الطيران التركي يواصل غاراته على منصات القصف ومدفعيات النظام. تلك المواجهة التي أعادت الدب الروسية إلى مربع الأزمة بعد أن اعتلى سدة الحكم على المستقبل السوري آمرا وناهيا، تماما كما أعادت لأبناء الثورة السورية آمالهم بأن يحمل لهم هذا المستقبل مكانا للعيش في بلدهم بدلا من تجرع مرارات الانتقام الأسدي أو الهوان والذل على بوابات الساحل الغربي. كبدنا النظام السوري أكبر خسارة في تاريخه، يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هذه الخسائر ما هي إلا بداية إذا لم ينسحبوا إلى الخطوط التي حددتها تركيا في أقرب وقت ممكن، ليجدد الوصف التركي الشهير: لن تبقى لهم رؤوس فوق الأكتاف إن لم يعودوا خلف نقاط المراقبة التركية المشمولة باتفاق سوتشي. وعيد يعيد التأكيد على الهدف التركي من مباحثات القمة المزمعة بين بوتين وأردوغان يوم الخميس المقبل. سيكون هذا بلا شك لقاء صعبا، يقول المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وإن كان يؤكدان رغبتهما في تسوية الوضع في إدلب، مؤكدا أن موسكو تولي أهمية كبرى للتعاون مع تركيا. لكن العدسات التي ترقب أطراف الحرب في إدلب ومشاهد النازحين منها إلى أوروبا عبر الأراضي التركية لم تكشف بعد عما ينفذه النظام الدموي من عملية تهجير جديدة في محافظة درعا جنوب سوريا، بعد هجوم شنته قواته على مدينة الصنمين وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين، ليعيد التأكيد على رسالته بأن شيئا لن يزيحه عن كرسي الرئاسة طالما وجد هذا الدعم في مواجهة مواطنيه. الحرب في إدلب، موجة اللجوء الجديد وجرائم الغرب. تابعوا.
دخلنا المياه الإقليمية وتعرضنا لهجوم من زوارق اثنين، زورقين من القوات اليونانية أو قوات حلف الناتو ولا أعلم بالضبط، وكلهم أطفال ونساء، وحاولوا إغراقنا لمدة 3 ساعات متتالية في البحر، في عرض البحر في المياه الإقليمية الفاصلة بين تركيا واليونان، محاولين إغراقنا وتجاهلوا صياح الأطفال وبكاء النساء وهجوم عنيف. نحن بدنا نرجع على اليونان وما رح نخاف، والشيء اللي عشناه بسوريا رح نعيشه هون. بدنا نروح على السويد على اليونان على أختي.